مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بدا احتضان المشاريع واصحاب المؤسسات الناشئه اللي بداوا الانكوباسيون نتاعهم معنا في شهر مارس 2019. اليوم بعد 6 شهور كملنا فتره الاحتضان هذيا، فتره المرافقه اللي كانت فيها اللي كانت احتضان ومرافقه على جميع الاصعده، على المستوى البزنس بلان، على مستوى لي كومبيتونس تكنيك، لي كومبيتونس ماناجيريال، جميع لي كومبيتونس دو دروا دوتور مثلا، التسجيل الفيسكال، لونتربرونيال، هذوما باش يلقاو رواحهم حاضرين للانتصاب للحساب الخاص في المارشي التونيزيان. اليوم كملنا معاهم، اليوم حضروا البروتوتيب نتاعهم، بداوا بفكره، جاونا بفكره، اليوم حضروا خرجوا بمؤسسه منتصبه في الاقتصاد في المارشي التونيزيان في السوق التونسيه، وخرجوا بروتوتيب وخرجوا بروجي حاضر للترويج وحاضر للبيع، وخرجوا بومبلويابيليتي وخرجوا بربح وبفالور اجوتي.